بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرى تحواتي نحتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحستو حتن ملسن إن قد صلنا إنا زلنا كابتن حتتات زتحتتا حنتي كم زيبل. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ انتين سلست نقرات كل ودسب كفلت أندلو كل باريان يا ربي كفلت أنزلو أينوتين وي منمنين. معرفة الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بها تن سلست نقرات كفلت أنزلو حادسب بأن وين كتكبر أنزلو قداميتي معرفة العبد ربه حاد باريا فتاريو قويتو كفلت نا الله سبحانه وتعالى كفلت كومو دماني نبحتو نا الله سبحانه وتعالى عبادة قبرلون معرفة العبد ربه ودينه كومو دماني ديناتو كفلت ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كم دماني نرسول عليه الصلاة والسلام كفلت أمن كم دماني كختل أمن إذن انتن سلست نقرات كل باريان يا ربي كفلت أنزلو إذن سلست زين دماني ودسب أب قبر مساعته زحتة تلنين كلتا ملائكة يموتوا من ربك وما دينك ومن نبيك لهم يحتوه سلازم باري تنكفلت ازلون حاد باريا ربو خفلت الو كومو دماني دين الاسلام انتايو دين فليتو نعوك ختلن ونبيناتو نامج ارشان مدمدمتان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبانا استلاقو نملا عالم استلاقو نعوم كفلتو من كختلو من. ولذلك ربنا عز وجل أب سورة التوبة مبل حمسان أربعة آيان تايلو وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله رب سبحانه وتعالى نتد سرحو تقباراتو من كومو دماني صدقاء دوتسوون تقباراتو من زي تقبل اللهم مخنيات مخنياتو بالله سبحانه وتعالى برسول صلى الله عليه وسلم سلزق حاد يوم مو حاد باريا رب نبي هيمانة كفلت ناي قدنيو حتى تاي كم زيلو حتيتو ما معنى الرب معرفة العبد ربه كنبل كلنا الرب كنبل كلنا انتاي مالتي انت لعيلنا الرب هو السيد لعلو خلو زخوني ربي بحال مالتي المالك ونان زخوني المتصرف كم دلائي غيرو زكايد زكناون زخوني الذي رب جميع العالمين بنعمته نقول أب عالم زلو بتي نعماناتون بتي ششايناتون زلقسلو من بتي ششايناتو زعدلو من يوم زنك أساقسو المستحق للعبادة رب الحمد لله رب العالمين كنبل كلنا الرب الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة نسعنعو يزقبو كل عبادات تمامالتي وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.